كلمة شكر أبدأها لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين على تشريفه ودعمه الدائم لنا والذي يعتبر الداعم الأساسي وراء نجاح معرض قطر المهني. وكلمة شكر وعرفان لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وذلك لتبنيها مشروع معرض قطر المهني وأصدار تعليماتها السامية بإنشاء مركز معرض قطر المهني لينضم إلى المراكز التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وكلمة شكر أيضاً لكل الجهات التي قدمت يد العون لنا وسهلت العديد من الإجراءات والمعاملات وسخرت عدد من موظفيها لدعم وخدمة جمهور معرض قطر المهني، فلهم كل الشكر والتقدير. رسالة شكر لمتطوعي ومتطوعات معرض قطر المهني 2010 لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وكلمة شكر أيضاً لكل الجهات التي قدمت يد العون لنا وسهلت العديد من الإجراءات والمعاملات وسخرت عدد من موظفيها لدعم وخدمة جمهور معرض قطر المهني، فلهم كل الشكر والتقدير. رسالة شكر لمتطوعي ومتطوعات معرض قطر المهني 2010